المسلسل المكسيكي اللي قاعد يصير، كل واحد قاضب له رجل أمن وما تديد على رجل الأمن. طبعا هيبة رجل الأمن لازم ترد مرة ثانية وبأقوى، وهذه بيد معالي وزير الداخلية الشاب. إن شاء الله يعني هيبة رجل الأمن ترد، قبل إحنا نشوف الشرطي نطقطق منه نخاف، الحين يطقونه. رجل الأمن يجب أن يحترم، ورجل الأمن لهيبته، وأي إيد تنمد على رجل الأمن راح نقطعها، أي إيد تنمد على رجل الأمن راح نقطعها.